تغييرات فريرة كانت غريبة جدا في بعض المباريات، ولكنها كانت الأصح على الإطلاق. كنت تلاقي دايما في المباراة أنت تبقى متأخر في نتيجتك، أو في البداية كده مثلا زي في مباراة البنك الأهلي، في البداية كان في ضربة جزاء للبنك الأهلي، ولكن تغييرات فريرة سريعا جدا أعادت المباراة مرة تانية لصالح نادي الزمالك. شايف وبتكسبي امتى؟ بتكسبي بالظبط. امتى؟ يعني كنت عايزة أعرف رأيك في التغييرات دي. بس انا عايز اقول الحقيقه قبل ما اتكلم على التغييرات، في واحد، في جندي مجهول محدش بيجيب سيرته، اللي مسؤول عن اللياقه البدنيه. الفريق لياقته البدنيه عاليه جدا جدا، وتلاحظي حضرتك ان هو يعني الفريق في نهايه المباراه بينهيها كما لو كان بيبداها. فده في حد ذاته أنا شايف إن ده انتصار لمخطط الأحمال واللياقة البدنية. بس برضو التغييرات ليها عامل، يعني ان انا مثلا ده ابقى وضع طبيعي. يعني انت خلينا نتفق ان مثلا في مباراه القمه، انت في البدايه او في بدايه الشوط الاول بالذات انت قلت لا انا كده وضعي صعب، بعد كده فجاه لا انت اساسا خارج من المباراه، انت المفروض تاخد 3 نقاط لولا كره امام عاشور مثلا اللي جت في العارضه. بالظبط. لا وفي ده دول كورتين، امام عاشور وكره ابن اسامه نبيه، يوسف أسامة نبي. فيعني وكان ممكن جدا جدا المباراه تنتهي 4-2. وانا شايف ان هذه المباراه الزمالك تعادل بطعم الفوز وخسر نقطتين. لو جينا نتكلم ان احنا عندنا كان الفتره الاخيره دي غيابات، ولكن النهارده يعني كان في بارقه امل ان معظمهم بدا يرجع تاني للتمرين مره تانية. الغيابات دلوقتي بقت تأثر علينا ولا خلاص احنا عندنا مجموعة شباب كويسين جدا، متألقين جدا، مهريين جدا، نقدر نعتمد عليهم الفترة الجاية، وموضوع الغيابات ده ما بقاش يأثر علينا قوي؟ كمان إيقاف القيد برضو ما بقاش مؤثر علينا دلوقتي مثلا مش زي الأيام اللي فاتت أو قبل ما فريرة يكون موجود. لا احنا دلوقتي، ما انا بقول لحضرتك من مكاسب مباراة القمة، انت عندك 5 لعيبة، وسمعت كمان ان في لعيبة تانية هتتصعد. يعني انت بقى عندك دلوقتي فريق ممكن جدا ما كانش على الخريطة، ما كانش موجود. فغيبي زي ما انت عايزة، تمردي كما شئتي، واخد بال حضرتك، لكن في الاخر خالص انت دلوقتي بقى عندك بدائل، وبدائل كتيرة. انت لو عايز تيجي تعالى، انا بتكلم على اللعيبة اللي هي انتهت عقودها.